اليوم الأحد في 21 من تشرين الثاني 2021. صباح الخير مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد من صوت لبنان. ماذا نقول لبيير الجميل في ذكرى استشهاده؟ أنا أقول له إن القتلة المجرمين يسرحون ويمرحون. أنا أقول له إن الاستقلال في خبر كان وأن السيادة ممنوعة من الصرف. أنا أقول له إن لبنان الذي أحب يواجه خطر الزوال. نقول له كل ذلك، ونقول له أيضا إن الشعلة ما زالت مضاءة، وإن الحزب الذي أحب حتى الشهادة لم يتعب ولن يتعب حتى قيامة لبنان. نعيش في الزمن الصعب وفي الأيام السوداء، وكلنا أمل بالفجر الآتي. ملفات الساعة نناقشها اليوم في هذه الحلقة من كواليس الأحد مع عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بوعبود. صباح الخير. ملفات الساعة نناقشها اليوم في هذه الحلقة. بدي أشير بداية إلى أن هذه الحلقة منقولة مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. كما أشير إلى أنه ستتم إعادة بثها بعد موجز أخبار 9:15 مساء. السؤال بذكر استشهاد بيير، يعني الوضع مأساوي أسود، اللي بدك إياه شو بتقولي؟ أول شيء صباح الخير أستاذ شربي لك ولكل المستمعين. يعني فعلا هيدا نهار هيك في ممزوج من ميل بالحزن وبالألم وبذات والغضب، وبذات الوقت بالأمل والنضال. نحن أنا تعرفت على بيير، علمنا بيير أنه ما نستسلم. يعني بس أول ما بلشت حياتي السياسية كان هو هيدا الشخص السياسي القائد اللي بوجه. يعني مزبوط وعينا على الشيخ بشير، بس أنا الشيخ بيير عرفته، سمعت صوته فعلا، قعدت معه، حكيت معه، قدرت أفهم قدي هيدا الشخص عنده حب للوطن لصيق بكيانه. هيدا الشعور وهيدا الاستشهاد اللي قدمه بيير كرمال يبقى هالوطن مش معقول يروح ضاعن. يعني نحن عنا مسؤولية قدام بيير وقدام كل الشهداء انه نكفي، وإلا بكون دمهم راح ضاعن، وما رح نقبل انه دمهم يروح ضاعن. نحن ناس ما منآمن بالفاتاليتي، انه اي مزبوط الوضع منه منيح، بس كمان على ايام بيير كان الوضع منه منيح، وقبل بيير كمان كان الوضع منه منيح. مرقنا بفترات كتير صعبة، لبنان مرق بفترات صعبة ويمكن اصعب، ولا مرة استسلمنا. وإلا شو الخيار قدامنا؟ بنحمل حالنا منفل. نحن ما بدنا نفل، ومثل ما هو قال نحن ما بدنا نصدر شبابنا، نحن بدنا نصدر المنتوجات اللبنانية. وقتها كان وزير، وقتها كان وزير صناعة، بتحب لبنان حب صناعته، هيدا السلوغان الشهير. السؤال لبنان بيير الجميل، لو كان بيير الجميل اليوم بيناتنا شو كان بيقول عن الشيء اللي شايفينه برأيك؟ تعرف أنا كنت عم بقرأ شوي هداك النهار عن هالمسار السياسي اللي كان عم بيتبع بيير. الشيء اللي كان عم بيقوله بوقتها بعده لهلأ بينطبق هو ذاته. يعني مثلا بآخر خطاب لإله ب 18 تشرين الثاني 2006 بأحد اللقاءات الكتائبية، دعا اللبنانيين الذين في المقلب الآخر أنه يعودوا إلى لبنانيتهم وإلى الأصالة اللبنانية. وهيدا الحديث، يعني نحكي هون عم نحكي بالمباشر مثلا عن حزب الله. نحن كل يوم عم ندعيهم يرجعوا على لبنانيتهم، لأنه بس فقدوا هاللبنانية وارتهنوا للخارج، هيدا النتيجة اللي وصلنا لها بلبنان. بقى بيير كان رح يكون عم بيقلهم عودوا إلى لبنانيتكم، عودوا إلى الوطن، لأنه النتيجة اللي إذا ما كنتوا لبنانيين فعلا وليس فقط في الجنسية، بالانتماء وبالروح وبالحب للوطن، هيدي النتيجة اللي رح نوصلها. وإذا بدك نرجع منفوت فيهم بالتفصيل. هلأ رح منعود نحن لملفات الساعة المطروحة سيدي جوال بوعبود. سؤالي، الأزمة اللي عم نعيشها اليوم لوين رايحين فيها؟ يعني يا ريت بقدر اقول لك لوين، بقدر اقول لك وما حدا بيعرف لوين. لا، يمكن حزب الله بيعرف لوين. هو الوحيد يمكن لان عنده مخطط بده ينفذه، بس نحن المخطط تبعنا هو لبنان. يعني نحن هدفنا انه نستعيد هيدي الدوله،
بكل مؤسساتها بكل مقوماتها. ومشان هيك اليوم عنا استحقاق كمان تاني من خلاله عم نحاول نستعيد كل مؤسسات الدولة اللبنانية. نحن هيدا هدفنا، نرجع ننقذ أول شيء نفك لبنان من تحت هالقيود، من القيود اللي هو موجود فيها، لنقدر نبني هيدا المؤسسة. هيدا مسار طويل بده يضل كل يوم ينشغل عليه، بالمواجهة مفتوحة بكل الأساليب، مثل ما قلت بالنقابات، من الانتخابات النيابية، بالصوت العالي. نحن ما لازم نسكت، حتى لو في محلات بتحس أنه منك قادر تغير أي معادلة، بس لازم تضلك تقول للموقف ذاته الموقف الصح، لأنه إلا ما يكون في ظرف معين تقدر تحقق. ونحن مشان هيك رهاننا كتير كبير على الانتخابات اللي بده يصير فيها تغيير، شو ما كان هيدا التغيير، لأنه شو البديل؟ هل أنا البديل الشارع؟ بدي أحكي، رح نفصل ملف الانتخابات، بس بدي أقول لي كمان بال2009 صار في انتخابات، قوى 14 أذار ربحت الانتخابات كأنه ما ربحت، ما صار شيء. اليوم شو الضمانة أنه إذا حصل تغيير ما في هذه الانتخابات رح يتغير هالواقع الأسود اللي عايشين فيه؟ نحن مفروض نتعلم من التجربة اللي صارت بالانتخابات ال2009، وأنه مظبوط ربحت ال 14 أدار الانتخابات، ولكن اللي صار أنه من وراء الاغتيالات اللي صارت، ومن وراء الترهيب اللي صار، ومن وراء المسار العنف اللي كان بلبنان، وفي ناس بالترغيب، في ناس رجعوا استسلموا لإرادة حزب الله. هذا الشيء ما بيمنع أنه نحن نرجع نقول بدنا نرجع نغير. هلأ المستقبل ما حدا بيعرف شو مخبى، كيف رح تصير التعاطي، بس أقل هو حد يقدر هو يقوم بواجباته الوطنية التغييرية، ولكل حادث حادث بوقتها. فتحتي موضوع الانتخابات، بدي روح فيه على الآخر. أول شيء، هل في ضمانات أنه الانتخابات ستجرى في موعدها؟ البعض خايف أنه ما تطير الانتخابات. إيه، في مجال أكيد، يعني في بعض الفرقاء أكيد اللي ما عنده المصلحة أنه تصير الانتخابات، معقول يكونوا في محاولة لتطييرها، يعني ما حدا عم بقول غير هيك، ولكن نحن واجبنا أنه نضغط قد ما فينا حتى تجرى هيدا الانتخابات. هناك ضمانات دولية كمان أكتر غير داخلية أنه رح تصير هيدا الانتخابات، ولكن كمان نحن ببلد كل شيء بجوز، يعني ما فينا نستبعد أنه بكرة قبل الانتخابات بأسبوع أو أسبوعين يرجعوا يعملوا لك طيونة تاني أو إشكال أكبر بهدف تطير الانتخابات. هذه أمور كلها واردة، ولكن نحن عم نشتغل وكأنه الانتخابات رح تصير بموعدها. رح روح على سؤال مشترك أطرحه عليك وأطرحه على ضيفنا اللي انضم لنا عبر الهاتف، الصديق الدكتور فارس سعيد. دكتور سعيد، صباح الخير بداية. صباح الخير لك ولجوال ولكل عائلة صوت لبنان. يعني اجانا الرقم الرسمي للمغتربين اللي تسجلوا للانتخابات 244,442 مسجل، بينما كنا سنة 2018 92,810، يعني عم نحكي مرتين او مرة ونص يمكن اكتر. في امل بالانتخابات النيابية دكتور سعيد برأيك؟ يعني بداية ان شاء الله هالرقم ما يخوف بعض الاطراف السياسية، ويكون يعني سبب لتأجيل هذه الانتخابات أو لنسف موعدها. هؤلاء يلي راحوا أو دي ما راحوا بمرحلة الحرب الأهلية، وغالبيتهم راحوا من سنتين لليوم، وهن رايحين بذهنية وبخيار سياسي واضح يلي هو يعني شبه انقلابي على الطبقة السياسية التقليدية. وبالتالي بتصور انه كل ما ارتفع الرقم بالخارج وكل ما نجح لبنان على استدعاء هؤلاء ان يشاركوا في عملية التغيير، كل ما يصير في خطر على العملية الانتخابية، مش العكس. ولكن خلينا نقول انه هذا استحقاق دستوري، ويجب ان نتمسك بالدستور اللبناني وان نتمسك بالمهر الدستوري. يبدو في مشكلة بالاتصال مع دكتور سعيد، انقطع الاتصال. عضو المكتب السياسي الكتائبي ست جوال بوعبود، رأيك بهذا الموضوع، التطور اللي حكي عنه الدكتور سعيد انه ممكن هيدا ينقذ السلطة الحاكمة
هالعدد الكبير. مزبوط، هيدا أول شيء مؤشر، يعني مثل ما قلت من 90,000 إلى أكثر حوالي 250,000، يعني في ديناميكية جديدة عند الاغتراب مبينة. أكيد معقول ينقزون، ومعقول كمان يوصلوا لمحل ما يكون ما يخلون هيدا الاغتراب كمان ينتخب، يعني كمان في خوف لهالشيء بهيدا الموضوع. وبعدين أكيد كلنا بنعرف إنه الاغتراب أكيد منه يمكن 100% تغييري، ولكن في تحرر عند الاغتراب بالنسبة للداخل وبالنسبة للسلطة السياسية، مشان هيك في نقزة عندهم من دور هيدا الاغتراب. وهيدا الشيء كمان اذا هيك منجيبه شوي على الداخل، مثلا الميجا سنتر، زيت الشيء قصة الميجا سنتر، بس يصير في يعني انفصال اذا بدك بين الناخب وهالسلطة السياسية، ويحسوا بمحل انه قادر ينتخب بلا ضغط مباشر منهم، ويكونوا لحقينه ورا الستارة، بخافوا منها مشان هيك اسقطوها، وبالتالي مشان هيك في خوف كمان من الدياسبورا. بنرجع للدكتور فارس سعيد، انقطع الاتصال معك دكتور سعيد. يعني مثل ما سمعت الست جويل بوعبود، شاركتك الرأي لناحية الخوف من انه السلطة تنقز من هذا العدد من المغتربين المسجلين؟ ايه صحيح، يعني هذا الكلام صحيح وجدي، ولكن يعني بقدر ما انا متمسك بالمهر الدستوري وبالمشاركة في العملية الانتخابية، بقدر كمان يجب أن يعرف الرأي العام بأنه بظل السلاح الموجود بين إيدين حزب الله، الانتخابات ليست مناسبة مضمونة للتغيير. البارحة حصلت انتخابات في العراق، وعندما سجلت المعارضة العراقية اعتراض سياسي واضح بوجه هيمنة إيران على العراق، لحد هذه اللحظة لم تستطع القوى السياسية العراقية من تشكيل حكومي، لا بل بالعكس حصل تهديد واضح لمصطفى القازمي رئيس حكومة العراق من أجل القول بأنه عليه أن لا يستخدم نتائج الانتخابات وتوظيف هذه النتائج لتشكيل حكومي قد تكون حكومة معترضة على هيمنة إيران على العراق. وبالتالي نحن بمرحلة أو بمأزق سياسي يتجاوز الوضع الانتخابي، ونحن بمأزق كانت عم بسمع جوال عم بتقول أنه ما تغيرت الأوضاع من أيام الشهيد بيير جميل لليوم. إيه أكيد ما تغيرت الأوضاع، وما زلنا في نفس الأزمة اللي عاشها بيير جميل، وحل هو الطريق اللي دلنا عليها بيير جميل، حل بإعادة تكوين الوحدة الداخلية، مش حل بإعادة تكوين وحدة الطوائف كل طائفة بوجه الأخرى. الحل هو بإعادة تكوين الوحدة الداخلية. وتميز بيير أمين جميل عن سائر القيادات السياسية المسيحية من عمره ومن جيله بأنه بدل ما يذهب باتجاه وحدة الطائفة في مواجهة الطوائف الأخرى، ذهب باتجاه وحدة اللبنانيين في مواجهة كل من لا يريد الدستور في لبنان وكل من لا يريد الدولة اللبنانية، وبالتالي عمل على توحيد كل الوطنيين بداخل كل طائفة بدل من التلهي بتوحيد الطوائف الواحد بوجه الثاني، يلي لسوء الحظ يعني كان هو المناخ السائد من بعد اغتيال بيير جميل، ومن بعد اجتياح بيروت بالعام 2008، ومن بعد ضرب نتائج انتخابات 2009، ومن بعد بروز داعش والتطرف الإسلامي بالمنطقة، تقوقعت الطوائف على بعضها بحجة الحفاظ على الذات في مواجهة المصير، وأصبحنا كل طائفة بوجه الثاني بهذه اللعبة، لعبة الطوائف ووحدة الطوائف. الأبرز كانت الطائفة الشيعية لأنها موحدة بقدرة السلاح، والأقوى كان حزب الله لأنه الحزب الذي هو يتمتع بتحالفات إقليمية. بيير جميل كان على حق عندما أخذ الطريق الآخر، وكان طريق غير شعبي في وقتها عند المسيحيين، ولكن كان شعبي جدا عند المسلمين. ومش قليل أنه من بعد كل التكهنات والكلام، أنه تصريح أول تصريح بدلي فيه سعد الحريري، رئيس سعد الحريري من بعد طول غياب، هو تصريح يدلي فيه اليوم لاستذكار بيير جميل الشهيد. وبالتالي
يعني هذا الرئيس يعني هو مسلم سني بلبنان اليوم طلع تصريح وحكي عن بيير أمين جميل. هيدا الطريق يلي دلنا عليها بيير جميل يعني نحن لازمنا نستمر فيها. بدي أتشكرك أنا دكتور فارس سعيد على هذه المشاركة. شكرا. والتحية شكرا. لذكرى بيير جميل. بدي أقول في شغلة، أنت أولا وأخيرا محامي جويل بوعبود وعندك استحقاق اليوم بانتخابات المحامين، بس بدي أذكر آخر الأخبار 7420 محامي سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب موزعين على 24 قلم اقتراع. رح نحكي عن هذا الاستحقاق المهم، بس قبل الاستحقاق الانتخابات النيابية شفنا يعني محاولة لنبلش نضغط ونتعاطى بموضوع الانتخابات النيابية استخدام البيانات الشخصية للمغتربين. بيتسجل هذا المغترب دغري تاني نهار بيجي اتصال من تيار من حزب لمين بدك تصوت. ايه لسوء الحظ يعني حولوا معظم السفارات بهيدا العهد مثل كأنه واحد بيته، يعني كأنه سفارة لبنان بفرنسا أو سفارة لبنان بكندا هي بيته أو مركز حزبي أو مركز حزبي أكتر من هيك. مزبوط، أو مركز حزبي بيتصلوا بياخدوا هالبيانات وبيتصلوا بالعالم. بس كمان المفارقة الحلوة أنه الناس رافضة هيدا الموضوع تمام، وهيدا اللي تبين أنه عم بيطلعوا على الإعلام وعم بدلوا عليهم بالأصبع وعم بسجلوا لهم أصواتهم وعم بيقولوا لهم أنه هيدا الممارسات اللي أنتوا كنتوا عم تعملوها بلبنان هيدا ما رح تقدروا تعملوها بالخارج. وهون كمان نقطة زيادة، ليه ما بدهم يصير في اقتراع للمغتربين لل 128 مقعد؟ يعني أنا بالنهاية بالنسبة لإلي الأحزاب أو السياسيين اللي ما بدهم يعطوا هيدا الحق للمغتربين بال 128 نايب، بذات الوقت اللي كمان كانوا رافضين تخفيض سن الاقتراع ويعطوا حق للشباب انه ينتخبوا، واللي رفضوا الكوتا النسائيه ليعطوا كمان الفرصه للمراه اللبنانيه تكون مشاركه بالعمل السياسي، انا ما بعرف بهول الثلاثه عن اي احزاب تغييريه او اصلاحيه عم نحكي. لسوء الحظ هن بعاد كل البعد عن هيدا الجو، ومشان هيك أنا أكيدة أنه الانتخابات اللي جاية رح يكون لها تأثير كتير كبير على وضعهم وتموضعهم السياسي. كلامك بيفتح السؤال الطبيعي عن الطعن المقدم قدام المجلس الدستوري بالتغييرات اللي صارت أو التعديلات على أنه الانتخاب. برأيك الهدف من هذا الطعن؟ البعض عم بيقول الهدف هو ضرب الانتخابات ذاتها. هلا اكيد هن بالعلن عم بيقولوا لا لانه بتضل المهل موجوده، بس انا السؤال اللي بدي اساله تفضلي. طيب اذا بهيدا الطعن قبل هيدا الطعن ووصلنا لمحل انه بالنسبه للمغتربين رح اخذ مثل المغتربين ما لهم حق يصوتوا لل 128، فتنا بقصه الست مقاعد تبع القارات الاضافيه، قديه صعبة حسب نحن منعرفون انه يقعدوا يتفقوا باي قارة اي طائفة، ومين رح يعني رح تنقل المحاصصة الطائفية من لبنان للخارج، رح يرجعوا يختلفوا ببعض، انا بدي افريقيا، لا انا بدي اوروبا، لا انا بدي امريكا، لا انا بدي استراليا، رح نرجع نفوت بموجة مشاكل ومحاصصة جديدة نقلناها من الداخل للخارج. معقول تقدر تطير الانتخابات على هذا الاساس؟ بس البعض بيقول لك انه في ست مقاعد هي حق قانوني مكرس ديجا، وليش اللي بدنا نروحهم؟ اول شيء كانوا يبلشوا بهيدا المعركة من قبل، مش أشهر قليلة قبل الانتخابات، يعني على طول بيوصلوا مؤخرين وبحطوك قدام محل عم بتختار بين السيء والأسوأ. يعني لسوء الحظ هيدا اللي على طول عم بيصير. بقى تنشوف هلا نتيجة الطعن، في خوف أكيد، بس نحن رح نعمل كل المستطاع، نحن وغير قوى أكيد تغييرية ومعارضة بدها انه تصير هالانتخابات، لانه مش شايفين ولا امل بالتغيير الا من خلال هيدا الانتخابات. حزب الكتائب بلش يستعد كانه الانتخابات ستحصل. نعم. صار واضح عنده التحالفات مع مين رح يخوض هذه الانتخابات، الدوائر اللي بده يخوض الانتخابات فيها، كل هذا المشهد بلش يرتسم شيء بالذهن عندكم؟ ايه اكيد بلشنا، يعني عم في ورشات عمل تحضيرية. التحالفات بقدر أقول لك مع مين ما رح نتحالف، ما رح نتحالف في قطيعة كبيرة أكيد مع الأحزاب السلطة، أحزاب المنظومة، أحزاب التسوية.
هودا الأحزاب كلهم نحن ما في ولا أي تحالف نحن وياهم. يعني لن يكون هناك تحالف أو تعاون مع القوات اللبنانية؟ كلا. أوكي. وبالتالي التحالفات نحن اللي عم نعملها رح تكون مع كل هيدا الجو التغييري، مع المجموعات والأحزاب، الأحزاب المعارضة والتغييرية، منا من بالسكان قبل ثورة 17 تشرين، ومنا نشأ بعد ثورة 17 تشرين، بالإضافة إلى مستقلين. في كتير شخصيات بلبنان مستقلة، ليست منضوية لا تحت حزب ولا أي مجموعة. وأكيد الحليف الكبير لنا هو الرأي العام. نحن رح نكون عم نقدم بديل جدي للرأي العام، لا يعرف أنه هو إذا ما رأى عم بيرجع ينتخب المنظومة ذاتها مين عم بيكون ينتخب، وهذا العمل اللي عم بيجري بكل الدول. على مستوى كل لبنان ستكون الترشيحات؟ لا مش بالضرورة، هلا ببعض الدوائر رح يكون عندنا مرشحين، ببعض الدوائر رح نكون داعمين. لا مش بالضرورة يكون في بكل الدوائر، يعني حسب مقتضيات المعركة، حسب التحالفات، في كتير أمور بتدخل على الخط. نحن بهمنا ليس فقط أنه الكتائب توصل بيكون عندنا نواب، نحن بهمنا كل هيدا الجو التغييري بالبلد هو يوصل بأكبر كتلة ممكنة على الندوة البرلمانية. شو هو العدد اللي ممكن يوصل على مجلس النواب وبنتيجته تقولوا نحن ربحنا الانتخابات؟ أول ربح بيكون هو بس تخسر حزب الله وحلفائه اللاصقين في الأكثرية النيابية. هذا أول انتصار، ما يبطلوا متحكمين بالنصاب وبالأكثرية اللي هي موجودة بالبرلمان، واللي أكيد عم بتأثر على الحكومة وإعطاء الثقة وعلى انتخاب رئيس الجمهورية وإلى آخره. بقى هيدي بتكون أول انتصار، بعدين شو بزيد أكيد أحسن، لأنه بتخلق بقلب البرلمان ديناميكية مختلفة، بتصير بمحل ما بيضة قبين، بتصير بمحل ما قادر ككتلة معارضة أنك تفرض بالضغط السياسي وباقتراح القوانين. مش كل ما بدنا نقدم قانون، اقتراح قانون، نقعد نبرم نشوف مين هن هالعشر نواب اللي قادرين يوافقوا على يمضوا معنا اقتراح قانون لنقدمه، وبالتالي بتهون هالحركه. والديناميكيه هي بتخلق كمان جو معارض مختلف. المحامي جوال ابو عبود، بدي اسالك عن الشعار الذي سيطل به حزب الكتائب على الناس، يعني كان النبض وكان يمكن القضايا الحياتية أكثر طاغية بسنة 2018، نحن اليوم ببلد مفلس، ما بعرف إذا قادرين نعمل شيء على هذا الصعيد. شعاركم الأساسي اللي بدكم تتوجهوا فيه للناخب لتقولوا له نحن أعطينا صوتك لنحقق هيدا الشيء. هلا هيدا العمل إذا بدك الشعارات والعمل التقني، في ناس مسؤولين عنه هن يعني بحددوه، بس أنا بقول لك بكون نتيجة شو؟ يعني هيدا الشعار هو رح يكون نتيجة إرادتنا بالتغيير، يعني إرادتنا بالتغيير على الصعيد أول شيء هيدا المنظومة، التغيير إنه نحن بدنا لبنان سيادة 100%، السيادة ما بتتجزأ، يعني هيدا السلطة ما إلها علاقة بالسيادة، هيدا السلطة باعت السيادة إلى حزب الله. على الموضوع السيادة بده يكون عنا الموضوع التغييري على صعيد الفساد، يعني أحد أخطاء 14 أدار إذا مثل ما كنا عم نحكي قبل ليش هيك صار، أنه كان هدفها سيادة ولكن رجع مجموعة كتير كبيرة منهم انغمسوا بالمحاصصة وبملفات الفساد وإلى آخره. وبالتالي نحن عم نحكي سيادة، نحن عم نحكي ضد الفساد، نحن عم نحكي دولة مدنية. بقى كل شيء بينتج شعار رح ينتج عنها والثلاث مقومات رح يترجم أكيد بالانتخابات النيابية. هذا الحوار في كواليس الأحد مع عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال أبو عبود مستمر عبر صوت لبنان. ننتقل إلى محور آخر، الأزمة اللي عم نعيشها هلأ حاليا، الأزمة الحكومية. السؤال اللي هيك البديهي عطول أنا بيجي ببالي، ليش هالمرة السعودية ودول الخليج ما طولوا بالهم على لبنان؟ على طول كان في عنده أسباب تخفيفية. لأنه هو اللي صار يعني نتيجة تراكمات، يعني في عبارة عطول منستعملها هي منا بوصة عين الرمانة، هي قلوب مليانة. يعني صار في تراكم من السياسة الداخلية اللي على رأس حزب الله ضد
السعودية، المملكة العربية السعودية، من تهجم، من اتهامات، من تصدير كبتاغون مثل دعم الحوثيين، يقال حتى تدريب حوثيين هون، فتح القنوات الإعلامية لهم. يعني صار في عدة أمور وصلت أنه بالآخر طفح كيل المملكة العربية السعودية، لقاء أنه هي كانت على خلال عشرات السنوات كانت من أولى الداعمة للبنان بكل أزمات، وصلوا لمحل مثل واحد أنه خلص صار في مثل إشحاف بحقهم، خيارهم كان أنه يتعاطوا بالموضوع بهالطريقة. يعني قصة جورج إرداحي، يعني جورج إرداحي هو أداة بهالمعركة، ما أنه هو، يعني أوقات بيقولوا لك ملف جورج إرداحي، يعني نعمل شيء عظيم منه، ولكن هو أداة بهيدي المعركة، هو نتيجة تراكم كل هالسياسة العدائية تجاه المملكة العربية السعودية. وأنا برأيي حزب الله مبسوط، يعني بالنهاية هيدا، لأنه هيدا خياره، خياره بيحكيك عن عزل وحصار لبنان. ما هو سبب العزل والحصار، هو ما بده لا الدول الأوروبية ولا بده أمريكا ولا بده البلدان العربية، هو عنده إيران. طيب بس بالمقابل في أزمة اقتصادية عم بتزيد، وهذا كله مشاكل بوجهه، مشاكل أكيد، وفي حتى يمكن بمحلات ما بقلب البيئة الحاضنة لحزب الله أكيد في مشاكل، وفي ناس كمان مضايقة وعايشة الأزمة، ولكن بعده لهلا قادر يمسك نوعا ما هيدي البيئة اللي عنده إياها، ويأمن الدولارات اللازمة لهيدي البيئة، ويجيب المازوت مثل ما شفنا كيف جابه ويوزعه على الناس، وبطاقات تمويلية. يعني بالنهاية عنده إيكو سيستيم لإله بقلب مناطقه، منه بحاجة للدولة، بحاجة للدولة بس لا يمتص منها، ولكن هو عنده كل الانفراستركتور اللازمة ليقدر يكون عنده المقومات بقلب البيئة الحاضنة. لما بيطلبوا دول الخليج والسعودية من لبنان انه حسم موضوع حزب الله، ما بيكونوا عم يطلبوا من لبنان ما لا قدرة له عليه؟ يعني بمعنى هيدي قضية إقليمية، والكل معترف فيها، البطرق والقوى السياسية، إنه في بعد إقليمي بدور حزب الله، وإنه لبنان ما قادر يواجه، يعني هذه المشكلة بدها تنحل على صعيد الإقليم وعلى صعيد الخارج. نعم، ما في شك أنه مشكلة حزب الله ما أنا مشكلة لبنانية، يعني أوقات بيكون في هيك تحجيم للموضوع، نقول أنه هيدي مشكلة لبنانية، حتى بنسمعها من بعض البلدان، لا، هي مشكلة إقليمية ودولية. يعني بس يكون عندك حزب الله هو مدعوم بشكل مباشر من إيران، وعم بيكون سيد حسن نصر الله هو عم بيقول ويعترف أنه مالي وتمويلي وأكلي وشربي ومعاشاتي وسلاحي كله من إيران، وإيران عم تتدخل بهالشكل، لا، هي بطلت مشكلة لبنانية. مشان هيك الدعم الدولي إلى لبنان مهم جداً، مشان هيك عم نرجع نطالب بقوة بتنفيذ القرارات الدولية، لأنه لبنان لحاله منه قادر. بس هيدا الشيء ما بيمنع أنه نحن كلبنانيين نكون جاهزين، ونكون عم نقول لا، وما نفوت بتسويات ولا باتفاقات الزمية اللي أنا بسميها، أنه أنا هلأ مني قادر له على شيء بسكوت وبطلب حمايته العسكرية والأمنية، وأنا هيك بكون مزبط وضعي. هاي الاتفاقات الزمية نحن بالنسبة لنا مرفوضة، رح نضل نقول لا، لو ما كان عندنا سلاح إلا سلاح الكلمة رح نضل نقول لا، لكن إجا الوضع المناسب. أنا بذكر أنه بال2005 مزبوط كان في كونجونكتور دولية ساعدت للانسحاب السوري، بس لو ما نحن كنا موجودين وكنا رافضين، وكان في كل هالموجة اللي بلشت بالمواقف السياسية للمواقف البطرق سفير لأرنة شهوين للبريستول للاغتيالات، ما كان وصلت لهون. المجتمع الدولي إذا أنت ما أنك عم بتطالب ما رح يجي لحاله هو يغير المعادلة بالداخل. أنت لو كنت اليوم بموقع القرار، الحل مع هذا الموضوع كيف ببلش؟ يعني صار في قضية الوزير إرداحي مثل ما تفضلتي، بعد بكفي اليوم أنه يستقيل جورج إرداحي أو نقيل جورج إرداحي لتنحل المشكلة، شو المطلوب؟ هلأ أنا بتصور الاستقالة هلأ لو صارت يمكن شوي مؤخرة، يعني إذا كان رح ينقبل بالاستقالة بالأول هلا بطل رح يقبل فيها، بس بالنهاية بدك تبلش من شي محل. يعني أنا إذا بدي زبط علاقة معك بدي بلش بخطوة، وهيدي الخطوة أكيد هي الاستقالة، بس أنا ما بعتقد أنها صارت بتكفي من بعد، ما عم بيعملوا شي، ما عم بيعملوا شيء إلا يساعدوا بالمقابل. يعني إذا بنسمع التصاريح طبعا مسؤولين بحزب الله، في بعده في تصريح عالي التصعيد عالي بوجه المملكة العربية السعودية مكفى.
بدي أروح على الملف الصحي الطبي، تطور يعني بهم العالم. يمكن اليوم بظل ارتفاع الدواء من شوي، وزارة الصحة أعلنت وصول فاكسين الإنفلونزا إلى لبنان بسعر مدعوم هالمرة، يبلغ 24,000 ليرة، وأنه بالإمكان الحصول عليه من اليوم من الصيدليات. بالوقت اللي كان هذا الفاكسين متوفر ب500,000 ليرة وصل بالصيدليات، يعني بارقة أمل بموضوع صحي. خليني روح على ملف آخر يتعلق بالدواء. تنضم إلينا السيدة كارول أبي كرم، رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان. صباح الخير. صباح الخير شربي لك ولكل المستمعين. مشكلة الدواء مثل ما كل اللبنانيين بيعرفوا استفحلت نتيجة الارتفاع الجنوني بالأسعار ورفع الدعم كليا، أي حل ممكن أولا بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج؟ عم ينحكى عن تفعيل المكتب الوطني للدواء، هل هذا هو الحل؟ شربي يعطيك العافية، بس أنا بدي بس نوه بشغلة أنه الدعم لم يرفع كليا، الدعم رفع جزئيا حاليا عن الأدوية المستوردة. والأدوية المستوردة صحيح طلع سعرها، إنما نحن أنا كرئيسة نقابة مصانع أدوية كمان نحن عم بكون في عنا دعم جزئي على المواد الأولية المستوردة فقط، ونحن كمصانع أدوية المصرية ممكن نكون البديل للعديد من الأدوية المستوردة. قديش يعني نسبة الأدوية المحلية المصنعة محليا نسبة للأدوية المستوردة؟ ما توقفني ما سمعتك شربين. نسبة الأدوية المصنعة محليا نسبة للأدوية اللي عم نستوردها. أوكي. نحن اليوم النسبة اليوم نحن منغطي 25% من كامل السوق، إنما المواطن لازم يعرف أنه نحن منغطي أهم الأدوية المزمنة. عنا 700 دواء، عنا 1200 دواء، من ضمنهم عنا 700 دواء للأدوية المزمنة اللي بيعوزها المواطن. يعني عندك أدوية الضغط كلها متوفرة عبر الصناعة اللبنانية، أدوية تجلطات الدم، عندك أدوية القلب، أدوية السكري اللي اليوم غليت بطريقة كتير كتير كبيرة، عنا البديل، عندك أدوية الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية، عندك المضادات الحيوية، عندك أدوية المسالك البولية. يعني المواطن أنا بدي أدعيه كل ما بيدخل على صيدلية أو عن طبيب يقول له شو في منها دواء مصنع محليا، لأنه اليوم صناعة الدواء اللبنانية قادرة تأمن الدواء بسعر أقل ب 40 و 50 و 60% عن أدوية البراند، وقادرة تأمنه ب 20 و 30% أقل من أدوية الجينيريك المستوردة. يعني أنت برأيك الحل هو بتفعيل صناعة الأدوية محليا؟ أكيد الحل أنا برأيي اليوم بغياب مختبر مركزي وبغياب هيئة وطنية للدواء، هيئة وطنية يعني أوأنت الأدوية مثل بكل البلدان، الحل ليس بالمكتب الوطني للدواء. نحن من أنا قناعاتنا ليش، شو مشكلة المكتب الوطني للدواء؟ لأنه انطرح امبارح هيدا كحل، شو المشكلة فيه؟ نحن كان عندنا تجربة بالمكتب الوطني للدواء، برأينا الدولة هي بتحط القوانين وهي بتراقب، ما فيها الدولة تحط القوانين وتشتري وتراقب. يعني بده يكون في حدا عم يشتري والدولة عم بتراقب، هيدا برأينا. وكان عندنا تجربة بالمكتب الوطني للدواء من زمان، جابوا الأدوية والأدوية بقيت يمكن بالصيدليات أو بقيت بالمراكز وتم تلفها بعدين. نحن منشوف الحال انه وزارة الصحة عم تقوي مراكز الرعاية الصحية الأولية يلي كمان فيها أدوية كثير متوفرة، والصناعة الدوائية اللبنانية عم بتأمن عدد كثير كبير من الأدوية الأساسية، وبعض الأدوية المستعصية مدعومة كاملة. بدي أقول شغلة بس، المواطن سريعا بس ما لازم يخاف، اليوم الأهم انه صار في دواء متوفر بالصيدليات. نحن كنا عم نشوف المواطن عم يطلع لبرا وعم يجيب الدواء ويدفع حقه، اليوم صار بالقليل الدواء متوفر بالصيدليات. اكيد نحن مش راضين، لانه نحن من المواطنين، انه نحن كمان مواطنين وعندنا اهل ونحن بنشتري ادويه. اكيد السعر غلي، بس بالقليل صار في دواء. قبل كان عم ينباع الدواء يمكن اوقات بطرق مش مضبوطه، او اليوم صار في دواء. اليوم الحل
انه نرجع اكيد نقوي اقتصادنا، طبعا يكون اقتصاد مبني فقط اقتصاد ريعي مبني على الاستيراد. اليوم صارت واقع هام انه نحن نقوي صناعة الأدوية اللبنانية، ونحن عم نشتغل لنزيد عدد الأدوية حتى نأمن عدد أكبر بعد من المحفظة الدوائية. شكرا للسيدة كارول أبي كرام، رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان، المحامية جوال أبو عبود عضو المكتب السياسي الكتائبي، تعليقك على هذه المقاربات الحكومية اللي على طول ناقصة. يعني منحس أنه الأدوية اللي بدها تطلع بعد الأدوية 800% في مشكلة كبيرة، الناس كيف بدها تأمن الدواء؟ هيدي سياسة ترقيع، يعني بغياب خطة شاملة. يعني أوكي سياسة الدعم هي سياسة خاطئة، الكل بيعرف، وفي بسبب هالسياسة وصلنا كمان لهذا الوضع، ولكن ما فينا نحن نرفع الدعم عن الدواء وعن البنزين وعن المزوت وعن الأكل وعن كل شيء، والمواطن اللبناني بعده عم بيقبض بالليرة اللبنانية على الأجور السابقة. طب أنه شو بيعمل؟ أوكي صار متوفر، والحليب، حليب الأطفال، يعني هو الأمور أساسية. يعني نحن ما عم نحكي بشي لوكس، عم نحكي بالحاجات الاحتياجات الأساسية للمواطن. بقى كل هالسياسات الترقيعية ما يعني عم بتفقر أكتر وأكتر الناس، عم بتزلهم أكتر وأكتر. طب هيدا الشخص البكرة المريض اللي عايز الدواء متوفر، بس كيف بده يجيبه؟ مين بده يجيب له إياه؟ طب هالبطاقة التمويلية اللي قالوا بدها تصدر لتساعد الناس مقابل رفع الدعم، طب وين هي؟ ناطرين الانتخابات هيئته على الباب دغري حتى تيجي بطاقة انتخابية. يعني اللي عم بيصير فعلا اجرام بحق الشعب اللبناني، اجرام. انا ما بلاقي غير تعبير. يعني اذا بنقعد بنفكر شو عملوا فينا، واللي عنده مصاري مش قادر يتصرف بمصرياته، ما بعرف، انا ما بعرف الناس كيف عم بتعيش. الافق هلا شفنا حكومه معطله كمان، ما المشكل انه كان في تعويل انه الحكومه رح تبلش المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. اليوم في مشكله سياسيه، عم يحكي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه انه بدهم يجمعوا الحكومه قريبا. هلا السؤال، اي جلسه لمجلس الوزراء؟ هل يحضر الثنائي الشيعي؟ اذا ما حضر شو بيكون الثمن؟ اي حكومه بتكون عم تجتمع؟ مش معروف، كل يوم في خبريه. يعني حتى امبارح باحد التصاريح لرئيس الجمهوريه انحكى انه اذا ما في حكومه بنرجع على المجلس الاعلى للدفاع، اللي صار هو شيء مرادف للحكومه للقيام باجراءات. ساعه بنسمع انه لا، بدهم يدعوا انه ينزلوا الوزراء، حتى وزراء ثنائي حزب الله وامل، الى الوزارات يقوموا بشغلهم، بس دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء. كل يوم في شيء، في تخبط، بس ما في شك انه هيدي الحكومة حكومة معطلة، ومشان هيك بالاساس كنا عم نقول حكومة فعلا مستقلة، مش حكومات مقنعة. وكل مرة بيرجعوا بفوتوا بمحل، بيرجعوا عن جديد بيجيبوا وزراءهم وبيتحاصصوا، وعلى اول استحقاق بتفرط الحكومة وبتتعطل. يعني ما ننسى بلشت الحكومة من بعد اشهر، صارت مشكلة الطيونة تعطلت، من بعد الطيونة اجت قصة تصريحات الوزير الداخلي رجعت تعطلت، والبلد بالبلد بأسوأ حالاته. مش غريب انه من بعد سنة، ما نطرنا سنة، تشكلت الحكومة ما تقدر تقلع، يعني مثل كأنه لأنه عم بتجيب الناس ذاتهم، القوى بعدها هي ذاتها. يعني فعلا من الجنون انه واحد يرجع يعمل ذات الشيء وينتظر نتيجة مختلفة. طب ما هن زيتهم، زيت المقاربة، زيت طريقة الشغل، زيت النهج، وهن اللي وصلوا البلد لهون. معقول واحد يوصل البلد لهيك حالة يرجع يقدر هو ينقذه؟ ما هن وصلوا لهون. مشان هيك ضرورة التغيير، ما رح نقدر نعمل شيء ونبلش بأي إصلاح قبل التغيير. وكلنا بنعرف إنه الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وكل العالم صارت تعرفها، حيالا ولد صغير بلبنان بيعرف شو هي الإصلاحات المطلوبة، ما رح يعملوها لأنه بتدق مباشرة بوضعهم وبوجودهم السياسي، بخافوا على حالهم، ما رح يعملوا شيء. إذا هذا الوضع هيك وما عم يعملوا شيء، شو منتظرين منهم؟ ماذا لو تم أبع القاضي طارق البيطار؟ لأنه لحديث اليوم بعده حزب الله امبارح عم يحكي أنه نحن مع حل لموضوع الحكومة، شرط معالجة أسباب تعطيل الحكومة اللي هي موضوع القاضي بيطار. بالنهاية يبدو المطلوب عند حزب الله بشكل واضح وصريح وقاطع، ينشال المحقق العدلي طارق البيطار.
إذا صار هيدا الشيء شو معناته؟ أول شيء هل ممكن إنه يصير؟ معقول كتير يصير، وبتمنى يعني وإن شاء الله ما يكون القبع بس سياسي، يعني إن شاء الله ما نوصل لمحل يكون قبع جسدي، يعني لأنه هي كلمة القبع بتحمل كتير تأويلات. إذا صارت أكيد يعني بنكون فعلا تم ضرب القضاء نهائيا. يعني شفنا هلأ في تعطيل كبير لدور القضاء، بس بعده عم بيقاوم، في قضاة مقاومين. شفنا آخر ثلاث قرارات صدروا عن القضاء اللبناني لناحية رد القاضي بيطار، وآخرها كمان بموضوع القاضي حبيب مصر اللي بدل ما يرد القاضي نسيب إليه رد القاضي بيطار جنح شوي. يعني بالمقابل في بعض قضاة مقاومين من بيناتهم القاضي بيطار والقاضي نسيب إليه، برجه له تحية. كل هول القضاة بعده هلأ إذا قدروا يوصلوا ل فعلا قبعه منكون خلص، يعني بلش الحكي برئيس مجلس القضاء الأعلى إنه القاضي سهيل عبود، عم نقرأ امبارح بجريدة الأخبار، رجل طائفي وإلى آخر ما هنالك. كمان يمكن المطلوب أبعه. أكيد كل شيء بيقدر عم بيحسن القاضي بيطار رح يحاولوا، يعني حس شافوا إنه القاضي بيطار ما خضع على ضغوطاتهم بقي ماشي، عم بشوفوا حواليه هلأ بروحوا عند القاضي عند مجلس القضاء الأعلى، ما زبطت بروحوا على مجلس النواب، ما زبطت بروحوا على الحكومة، عم بحاولوا كل الأساليب. هلأ إذا سقطت كل الأساليب السياسية والمؤسساتية، الخوف يرجعوا على الموضوع الأبني أصلا. طيونة هي نتيجة هيدا الشيء، ما بدنا ننسى أنه كانوا عم بيتظاهروا ضد القاضي بيطار، وفرقت شوي معهم بشارع بعين الرمانة محاولة أنه يصير فيها الزعزعة الأمنية ويقدروا يحملوا للقاضي بيطار مسؤولية الدم. بدنا نتذكر صاروا يقولوا له أنه الشيء اللي صار بالطيونة أنت مسؤول عنه، وحتى عملوا أكتر من هيك، فاتوا على قلب عائلات الضحايا تبع المرفأ وهددون. مشان هيك شفنا بعض العائلات غيرت موقفها وصارت عم بتطالب باستقالة البيطار. يعني ما عندهم خط أحمر بهيدا الموضوع، شو قادرين يعملوا بيعملوا. يعني تخيل واحد يفوت على قلب عائلات الضحايا تيضغطوا عليهم، يعني ايه مستعدين لكل شيء. وبتمنى هيدا الشيء ما يصير، لأنه فعلا منكون قدينا على القضاء بلبنان. هلأ في خوف آخر كمان بيّن نتيجة أحداث الطيوني، أنه الانزلاق إلى الفوضى، البعض قال أكثر نروح على الحرب الأهلية. هذا الخطر موجود جديا، يعني الناس كمان بكل الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها عادة تنفجر، ممكن يكون الانفجار اجتماعي أمني، فيها الخوف من تطور أمني كبير. أي أكيد موجود لبناني هيدا الخطر موجود، ومنه يعني منه انه شيء عم بهلوسوا فيه الناس. صار يعني مشهد الطيونة كل الناس عادت بعقلها للأحداث الأمنية وللحرب اللبنانية، خاصة بس شفنا صور التلاميذ بالمدرسة كيف مخبيين. كلنا رجعنا تذكرنا حالنا كيف بمرحلة ما من الحرب كمان علقنا بالمدارس. يعني ايه هيدا الخوف موجود، وهيدا الخوف حزب الله هو اللي عم يزرعه. يعني كل ما يحس بمحل انه انزرق سياسيا بحاول يفرض. هلا في وعي من الميل الثاني على طول لنقدر يعني يتم امتصاص هيدا الحقن على الارض حتى ما تنجر، بس مشان هيك في ضروره كتير كبيره انه يتم معالجه ما يجري من خلال المؤسسات. وهون برجع على موضوع الانتخابات النيابيه، لأنه إذا ما عندك تغيير من ضمن المؤسسات، تغيير ديمقراطي، النتيجة حكما رح تكون الشارع. بما أنه حكيتي عن التغيير وتداول السلطة، كمان حكينا من شوية عن موقف الرئيس عون، لافت بالموقف اللي أعلنه من يوم يومين، بيقول لن أسلم الحكم عند نهاية ولايتي إلى الفراغ. شو معناته هذا الكلام؟ بيخوف شوية. ليش هو إجا من بعد شو؟ ليش هلأ من عمل فراغ كرماله سنتين ونص؟ يعني فعلا الله يخلص هالعهد مش على خير، بس بأقل سوءا يعني. بس أكيد أنا حسيت كمان شوي من قراءة التصريح في نوع من شوية تناقض أو تارك الاحتمالات مفتوحة على الكل. من محل بقول لك ما بسلم على الفراغ، ومن ميل تاني برجع بقول لك إيه بس الحكومة هي بتستلم الصلاحيات الرئاسية. يعني أنا بتصور فتحها عم بدس النبض. إيه فتحها على عدة احتمالات إنه كل شيء وارد، ولكن وارد إنه هو ما بسلم كمان. يعني بدنا نحفظ شغلة من الاحتمالات.
هو قبل بمرة كمان بس بال 89 هو بس استلم، كان عنده مهمة محددة، وانتخب رئيس للجمهورية الرئيس حكومة معوض. انتقالية لنعمل انتخابات، نعمل حربين وما ترك القصر إلا تحت القذائف. بقى بحرب بتمنى أخرى. هالمرة ما يصير هيدا الشيء. المحور الأخير في هذا الحوار مع عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال أبو عبود، انتخابات نيابة المحامين. أنت محامية، بعد شوي يفترض تمارسي حقك. أول سؤال، أي بعد اليوم لانتخابات؟ في عندها بعد وطني وعلى بعدة محطات كانت نقابة المحامين فعلا، يعني هي بالصف الأول حتى مع النقيب خلف، يعني شفنا المواقف الوطنية والتغييرية اللي كانت موجودة. واللي عم نعول عليه أكثر من هيك أنه مثل ما صار من بعد نقابة، كمان بنقابة المهندسين، أنه يصير في استعادة كل هالمؤسسات والنقابات من أيدي السلطة، أحزاب السلطة اللي كانت على مر العصور هي الوحيدة اللي موجودة. هلأ عم نقول لا، في جو تغيير جديد بالبلد، في جو معارض. بعض الأحزاب اللي مثل حزب الكتائب، مثل حزب الكتلة الوطنية، هو أحزاب مظبوط منهم جديد، بس هو أحزاب معارضين، هو أحزاب فهموا أنه اللعبة القديمة ما بقى هي الصالحة، وأنه كل الطريقة التقليدية وصلت كمان البلد للي وصلنا له، نحن بحاجة أنه نغير. وهيدا التغيير رح نحاول نعمله وين ما كان. واليوم هيدا محطة كتير مهمة. نحن كحزب كتائب عنا مرشحين أساسيين اللي هن أستاذ فادي المصري على عضوية مجلس النقابة، وأستاذ ميلاد حكيم على لجنة إدارة صندوق التقاعد. بالنسبة لمنصب النقيب، من يمثل الجو التغييري برأيك؟ نحن داعمين بشكل مباشر الأستاذ ألكسندر نجار، اللي هو محامي كمان عريق وشخص معروف باستقلاليته، معروف بمناقبيته، معروف على الصعيد العالمي بأدبياته، حائز على عدة شهادات عالمية. وأكثر من هيك، أنا بدي أحكي بالجو المعارض السياسي. تعرف الكتائب ضمن جبهة المعارضة اللبنانية، كمان جبهة المعارضة بعض المجموعات عندهم مرشحين مثل أستاذ أسعد عطايا، وعنا حلفاء لنا بغير مجموعات مثل تحالف وطني، أستاذ جلبير أبي عبود، أستاذ جورج يزبك من الكتلة الوطنية. يعني مشكلين إذا بدك ليحة بتضم هيدي الشخصيات اللي هي شخصيات معارضة تغييرية أو مستقلة. أكيد بعد في غيرهم، أستاذ ميسم يونس، بقى كل هول الأشخاص نحن بنتمنى أنه يوصلوا على مجلس النقابة، لأن لا يكفي أن يكون لك نقيب، لازم يكون كمان محصن بأعضاء من مجلس النقابة. وهيدي المعركة هي معركتنا اليوم. النفس التغيير اللي بيّن بآخر انتخابات بنيابة المحامين، برأيك بعده ذاته ولا الأيام والتطورات اللي صارت؟ المهندسين لا، المحامين أيام انتخاب ملحم خلف. نعم. يعني بيّن أنه في نفس تغييري. نعم. وكمان بيّن بنيابة المهندسين، بما أنه حكيتي. نعم. عنها هيدا النفس، برأيك بعده حاضر بهذه النقابة؟ أنا برأيي أكيد بعده حاضر. يعني الناس اللي صارت 17 تشرين ما اختفت، منا موجودة بالشارع، بس عم موجوعة. بتعبر وعم توجع أكتر وأكتر، وعم تنقم على هالسلطة أكتر وأكتر. سو طريقة تعبيرها بدك تكون بالصناديق وين ما كانت، من بيناتهم بنقابة المحامين. نعم. نقابة المحامين المهمة المطلوبة منا في النقابة الجديدة، النقيب. نعم. ومجلس النقابي برأيك عشو لازم يركزوا أكتر؟ هلأ على الصعيد المهني أكيد في أوضاع المحامين لازم يتم الالتفات لها. مثل شو؟ لا يعني أول شيء مهنة حرة. ايه مهنة حرة، بس ما تنسى انه المحامي كمان اذا ما اشتغل طول الوقت كمان في ناس بيتأثروا يعني مثل ما بيقولوا بحياتهم اليومية. يعني مثلا اذا بدنا الوضع الاقتصادي مثل ما اثر على كل القطاعات اثر على المحامين. تمام. ما بدنا ننسى. وعندك قصة الأتعاب تبع المحامين اللي هن كمان بيقبضوها من الشركات، هيدا موضوع كتير مهم لازم يتم إعادة النظر فيه. التعويضات تبع التقاعد تبعهم كمان صارت هزيلة بالليرة اللبنانية. يعني في عدة أمور لازم نشغلها على الصعيد المهني. أما على الصعيد الوطني في أربع عناوين كتير مهمة إن تقوم فيها نقابة المحامين. أول شيء متابعة تحقيقات انفجار المرفأ والمحاسبة،
أن موضوع السيادة الوطنية كمان نقابة المحامين مؤتمنة على هالدور الوطني والسيادة. عندنا موضوع استرداد أموال المودعين كمان إلى دور نقابة المحامين بهذا الموضوع. عندنا كمان موضوع استقلالية القضاء، يعني هذا الجناح الآخر للعدالة، استقلالية القضاء. إذا القضاء بخير نحن بخير، إذا القضاء منه بخير ده. هو المعارك الأربعة إذا بدك هي المعارك الأساسية اللي ناطرتها لنقابة المحامين بهالسنتين الجايين. هيدا اللي ناطرها بالسنتين الجايين. بدي أقول أنا أنه العملية الانتخابية انطلقت في بيروت وطرابلس، صح. وأكثر من 7000 محامي مثل ما قلنا ببيروت مدعوين إلى التصويت، وإن شاء الله يكون اتجاههم إلى التغيير المطلوب اللي ناطرته الناس من كل زاوية بلبنان. إن شاء الله يا رب. وهلأ من عندك نزلين على هيدا الانتخابات نعطي صوتنا. بيبقى اتمنى لك التوفيق واتشكرك عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال بوعبود. أنا إذا بس بتسمح بدي انهي برجع بالتحية لروح الشيخ بيير، وأنا بسمعته بأحد المهرجانات ببكفية بس كان عم بيقول عن الشيخ بيير المؤسس. مين قال إنه الشيخ بيير مات؟ الشيخ بيير حي بكل واحد فينا. بقى أنا هلأ بقول له لقله منين قال الشيخ بيير مات؟ هو حي فينا، والدليل شكرا. بعدنا عم نحكي كأنه بيناتنا. نعم. بدي بس شير بختام هذه الحلقة إلى أنه هذه الحلقة ستعاد بعد موجز أخبار 9:15 من هذا المساء. كان معكم على الإخراج الإذاعي جورج العلي، ومن خلف الميكروفون شربل مروان.